اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طبعا بنرحب بيك مره تانية مستر يوجاستي. وهل كنت تتوقع هذه البدايه التاريخيه ليك في النادي الاهلي؟ بطولتين مهمين جدا، بطوله منطقه القاهره والبطوله العربيه لاول مره في النادي الاهلي. I would be إنه like من not لا 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 أستطيع not being honest if I say لا that أستطيع أن أقول أني this. لم أكن أتوقع هذا في الحقيقة. like عندما أهلي, تأتي إلى فريق كبير مثل النادي الأهلي فأنت دائما عليك أن تحارب من أجل الحصول على بطولات، وعندما تكون في هذا المركز تحاول أن تركز على الفوز، وبالتأكيد فإنها بداية قوية للموسم وهو شيء كنت أتطلع إليه.